اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك، هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روز ألفة عندها أربع بنات، جوز الصغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوذك وقت اللي أنت شي حويج صحابة عليك تجمش تعمل. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، مدام برشو في الجروح متاعك. أكسيون. أي أما مازلت ترى اللي أي حاجة عندها علاقة ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما أنا ملكي ملكي ملكي. جاتك القوة هذه كلك منين طلعتي بيه الكلام هذا؟ أو كان ناقة وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا، والله قاعدة نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدنيا. إي توا شنيا الغلطة في هذا سامحني شنيا؟ يا ولدي قالت لك الطفل باسني. أنت ما بصتش في أمها. كان باسني وأنا ناخذ الثاني وناخذ الثالثة. كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عمرت فين عندكم؟ أختك وين؟ ما نعرفش. بقول لها برش حاجات أي. في الفيلم هذا مش نحاول نحكي حكاية بنت ألفة